طبعا شيء اكيد انه تكون المراقبه اموميه، حتى ليس عمليات التزوير وعمليات اللف والدوران وكل من يشتغل لصالح حزب او جهه معينه، شيء اكيد طبعا، لانه المراقب الاممي ما عنده مصلحه فيها، ان كان هذا فاز او كان هذا فاز، شيء اكيد طبعا المراقبه الاموميه افضل. تعتقد انت كونك مواطن انه الاعلان يصير بيوم واحد مثل ما صار بتركيا لو يتاخر الاعلان؟ طبعا لازم الاعلان، لانه هذا يعني اذا تنظر رسائل الدول المتطوره مثل الولايات المتحده الامريكيه او مثلا تركيا او اي دول الدول الاوروبيه ساعات وتعلن خلال عمليه التصويت والاقتراع، خلال الفتره فلان مدينه قدم فلان حزب فلان كتله فلان، احنا ما عندنا هيك شيء، ليش ياخروها؟ في سبيل حتى يصوتون الامورات ما هي على ما يهون هم، ما على ما يهوى الشعب. والله هم مرينا بهم تجربه، هم يقولون المجرب لا يجرب من الشن، فهم معروفين يعني ما قدموا اي خدمه للمدينه، هي المدينه هاي مهموله يعني، شوف الوضع، شوف اللي صار، الجوع، هاي الابسط شيء القديمه، هاي يعني الصوره هي التيتشاد، يعني ما قدموا اي شيء للمدينه، فنختار الجدد اللي نعرفهم، نعرف خلفياتهم، نعرف اساسهم، ونعرف منين هم، هم ذولا اللي ننتخبهم. هم وقت الانتخابات يبينون، لو يجيب لك سله غذائيه، لو يعطيك كرت سيم كرت رصيد يعطيك رصيد، لو يستغلك بشغلات يعني تافهه، هم بس وقت الانتخابات يبينون. اما احنا للمدينه نعرف اكو ناس يعني اكفاء، هم يبنون البلد، هم يبنون المدينة، نعرف خلفياتهم، أساسهم منين، أبهاتهم، أهلهم، عوائلهم. طيب نوصل أفضل، لأن غريب ما نعرفه نحن منين جاي من المحافظة، لا نعرفه ولا نستعرفه. نختار ابن الموصل. هذا ابن الموصل نعرف أبوه، نعرف جده، نعرف عمامه، من يصير، من أي عشيرة. ولا يجي غريب ما نعرف منين. الانتخابات اللي عليها مراقبة أحسن لو بلا مراقبة؟ لا بلا مراقبة وعاجلة. مراقبة وعاجلة ما تأخر 4-5 أيام. كل يوم وثاني تطلع، لا من طلعت يوم وثاني ما يصير بها تلعب ابدا. اكو ناس هسه يدورون اصوات يشترون اصوات، شنو رايك باللي يبيع صوته؟ والله هذا يبيع صوته، هذا ما من اهل الموصل ولا ادمي. لان يبيع العراق كله تعال 100,000.